حين إلا فاضل، وجدد لكم التحية مرة أخرى وأرحب بكم أجمل ترحيب، وسعد الله مساكم بكل خير وبركة بانطلاقة تلو الأخرى على أرضية ميدان الشحانية، انطلاقة الشوط الرابع لفئة اللقاية القعدان والأربع كيلومترات. هي الرحلة التي تضم هذه النخبة من الأصايل في هذا التحدي والمسار الكبير ضمن فعاليات السباق المحلي الخامس بيومه الأول. نتواصل بهذه الانطلاقات الكبيرة وبهذه الأمسية التراثية التي شاهدنا بها المنافسة والتحديات الكبيرة في هذا الإمتاع والإبداع من هذه الشعارات المميزة. نبدأ على بركة الله بعد المراكز الأولى، ومن يتواجد مع المقدمة يتقدم مسير لهجنم الزبار بقيادة زيد بن محسن بن نديل على المركز الأول، يتابع مسير على الصدارة وعلى المقدمة، بينما المركز الثاني يتابع القادم في هذه اللحظات فراع لهجنم الزبار بقيادة حمد بن محمد بن جرحب يتواجد في المتابعة والتضمير. انتقل مباشرة الى المركز الثالث حيث يتواجد درب لهجنم الزبار والصارم محمد بن بقاء بن مقارح يتابع درب على المركز الثالث. المركز الرابع يتابع هنا الهايل لهجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، والمركز الخامس يتواجد بهذه الانطلاقة ادخال لهجنم الزبار وبمتابعة ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يتواجد يتابع ادخال على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدين الكرام مستمعين الافاضل للخمس المراكز الاولى، الخمس الاسماء التي تسيطر على دائرة النداء والاذاعة وتتواجد في موقع واحد في هذا المسار الكبير والتحدي الجميل، وهذه الاندفاعة التلقائية التي تضم هذه الأصايل وهذه النخبة من الشعارات الكبيرة الحاضرة والمتواجدة دائما في مسار ولا أروع، وتقدم ما لديها في هذا التحدي الكبير في سبيل الناموس والإنجاز والفوز في هذا التحدي الكبير. أتابع مسار الشوط، أتابع الأعداد التي بدأت تقترب رويدا رويدا والأسماء المميز التي بدأت تنضم إلى نخبة المقدمة والصدارة في هذه المنافسات، ولكن أعود مع الصدارة مسير على المركز الأول، ما زال يحتل المقدمة، ما زال يحتل الصدارة، ينطلق مع اندفاعة المركز الأول بالشعار هجنم الزبار بقيادة زيد بن محسن بن نديلة، يتابع مسير على الصدارة. المركز الثاني اتابع الهايل لهجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم فران المري، ولكن ينخطف المركز الثاني مع درب لهجن ام الزبار بقيادة محمد بن برقاء بن مقارع ينضم الى هذا التحدي، ولكن ايضا مهدي مسرع في هذه اللحظات يتجاوز في هذا المسار الكبير بشعار هجن ام الزبار بقيادة علي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق، يقدم لنا متعب او مهدي، مهدي يتسلل من موقع الى موقع الى ان وصل الى المركز الثاني عيل على ناموس هذا الشوط. المركز الثالث درب لجلم الزبار محمد بن برقان بن مقارع يتابع درب، والمركز الرابع الهايل لجل الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، والمركز الخامس اتابع القادم هنا راسد لجلم الزبار بقيادة سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري. هذه نتيجة للخمس الأسماء الأولى، الخمس الشعارات الكبيرة المتواجدة في موقع واحد في هذا التحدي الكبير والمنافسات المميزة. أتممت النداء على مسامعكم مشاهدين الكرام، تابعوا وراقبوا هذه الأصايل والأسماء الكبيرة التي بدأت تنضم إلى نخبة المقدمة وحاضرة وطامعة بالناموس والانتصار، الكل يمهد الطريق
النجاح والإنجاز. ولكن وين بنديلة؟ وين بنديلة مسير يسير الأمور لصالحة في هذا التحدي الكبير بشعار هجرم الزبار وبقيادة أحد الشباب الخبراء المتواجدين المتقدمين الطامعين الحاضرين في هذا المسار الكبير متواجدين. زيد بن محسن بن نديلة يقدم مسير برفقة الشعار هجنم الزبار على المركز الأول من البداية يريد يواصل لين النهاية الكيلو متر الأخير يا مضمرين. المركز الثاني مهدي لهجنم الزبار علي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق في المتابعة والتضمير. المركز الثالث درب لهجوم الزبار الصارم محمد بن برقان بن مقارة يتابع درب الذي يتسلل إلى المركز الثاني المركز الرابع الذي يتسلل بهذه اللحظات إلى المركز الثالث. يتقدم راصد لهجوم الزبار سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجر المركز الرابع اقطيفان بأول نداء وصل إلى موقع التحدي والمنافسة بشعار هجوم الزبار وبقيادة المحنك عبد الله بن علي بن سلامه الهاجي تابع المركز الخامس. المركز الخامس الله الله وصل البرنس ولعها مع مولع بشعار هجر الشحانيه البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. ولكن وش اللي حصل؟ وش اللي صار؟ وش اللي تغير؟ اقطيفان 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 فاجئ الجميع وانطلق مع الصداره تسلل بشعار هجن ام الزبار المحنك عبد الله بن علي بن سلامه الهاجي يفعل ما يريد ويقدم هذا التميز والابداع بالشعاري هجن ام الزبار قطيفان يقطف ثمار الناموس والانجاز مع الامتار الاخيره مقدما هذا العرض الكبير والاداء الجميل حامل للرقم واحد ويتواجد في المرتبه الاولى ويهدي السلام الى هذه المؤسسه الرائده في هذا العالم الساحر تهانينا والناموس لهجن ام الزبار والى المحنك عبد الله بن علي بن سلامة الهاجي من قاد قطيفان الى الناموس. المركز الثاني راصد لهجرم الزبار مع سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجي. المركز الثالث مسير لهجرم الزبار بقيادة زيد بن محسن بن ديلة. المركز الرابع درب لهجرم الزبار بقيادة محمد بن برقان بن مقارح. المركز الخامس مولع لهجر الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. هكذا المنافسة مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل. فجاء قطيفان محققا هذا الناموس بتوقيت زمني وقدره من مسافة 5 كيلومترات 7 دقائق 34 ثانية 91 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجرم الزبار والى المحنك عبد الله بن علي بن سلام الهاجي على فوز قطيفان وتحقيق للانجاز. المركز الثاني وصل راصد 7 دقائق 36 ثانية 59 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجرم الزبار والى سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجي على فوز راصد في المركز الثاني. المركز الثالث وصل مسير 7 دقائق 39 ثانية 41 جزءا من الثانية. تاني والناموس لهجرم الزبار والى زيد بن محسن بن ديلة من فاز في المركز الثالث. تاني والناموس للجميع. شوطنا الاخر مشاهدي الكرام ينطلق.